كنا كثير متحمسين وفرحانين انه احنا راح نجي للجامعه، بس بنفس الوقت حزينين انه شفنا الدمار البنايات خصوصا المكتبه المركزيه، الدمار الكبير اللي حصل له. المكتبه المركزيه هي اكبر مصدر للكتب واكبر مكتبه بالمواصل، وكثير من الطلاب يعتمدون عليها كمصدر رئيسي للحصول على هذه الكتب والمعلومات. تطوعت بعدد من الفرق التطوعية وكذلك المنظمات، هاي المنظمات هي متخصصة انه تجمع الكتب من كل انحاء العراق. جمعنا هاي الكتب في مخازن معينة ونسلمها للمكتبة. نقرأ الكتب المتوفرة كانت بهذيك الفترة واللي كانت بمختلف المواضيع يعني، بس قليل. بالمستقبل سواء كان أطفالي أو أي شخص يسألني بالمستقبل أنه ماذا فعلت أنا بعد التحرير، فأكيد راح يكون إجابتي أنه أنا أفتخر بالشيء اللي أنا عملته، أنه أنا طوعت الفرق التطوعية، جمعت كتب للمكتبة، ساعدت ببناء الموصل وإعادته. حياتنا كانت أنه إحنا مختصرة أنه بس فقط بالمنزل، لأن إحنا ما كنا نقدر نتنقل كثير خارج. الحمد لله الحرية صارت كثير أحسن.